بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله يا جماعة احنا في جولة في السيف جيلري الرياض، حي النهضة، شارع سلمان الفارسي. حضراتكم إن شاء الله صفقة اليوم اللي هي اليوم السابع للصفقات في السيف جيلري، على إيه؟ جهاز طبخ منه متعدد الاستخدامات، يعني منه جهاز طبخ اللي هي حلة ضغط كهربائية من إديسون، وفي نفس الوقت وفي معاه جهاز شواية. هي حلة ضغط كهربائية من إديسون 6 لتر، وبيجي معاه الجهاز ده اهو، ده جهاز ده شواية، يعني عايزين تشوا اي شيء بتحطوها ويشوي لكم اي شيء حضراتكم عايزين تشوه. هي 6 لتر و1200 واط، كانت ب600 ريال، يعني 599، بقت بكام؟ ب399 ريال. نزل عليها خصم 33%، اهي 33% خصم. وهي جرانيت مش تيفال، هي من جوه جرانيت مش تيفال، والفيشه بتاعتها ايه، والجهاز ده ديجيتال، جهاز طبخ ديجيتال. لو عندكم هو يمشي الغطا ده او الجهاز ده يمشي على اللي هي ايه، حله الضغط اللي هي 8 لتر و6 لتر، هو مع ال6 لتر. ولو عندكم حل الضغط 8 لتر بيتحط عليه عادي ويشوي عادي، وبيجي معاها طبعا اي حل الضغط بيجي معاها اللي هي ايه، شبكة المندي اهي، والمكيال، والمعلقة، والملقط اللي انتوا بتلقطوا بيه الحاجة، يعني هما دول اللي بيجوا معاه. هو نازل ب399 ريال، وكل التعليمات اهي على الكرتونة. هو ما شاء الله مكتوب 27 وظيفة طبخ رئيسية، يعني بتعملوا فيه ليه 27 وظيفة، اللي هما ايه بقى؟ الساعة 6 لتر، تحكم ميكانيكي، 27 وظيفة طبخ رئيسية، مصنوع من الستانل ستيل، حماية متعددة الاستخدام، حماية متعددة السلامة، 10 مستويات للسلامة. قدر ضغط مع شواية، وضمان 3 سنوات من إديسون. هو إديسون طبعا معروف، حلل الضغط اللي موجودة في السيف جيلري إديسون الكهربائية، يعني ماركة إديسون. 6 لتر و1200 واط، وقدر ضغط مع شواية. هو متوفر بكمية كبيرة يا جماعة، وانا اسفه ان انا ما جيتش صورت امس يعني وكده، عشان هما بيفتحوا الساعه 4 العصر يوم الجمعه، بيفتحوا الساعه 4 العصر، وانا ببقى فاضيه بعد الظهر. طبعا هي ديجيتال، وطبعا كل مره بنقول اللي هي ايه، الزراير بتاعتها اهي تاتش، شوفوا اي شيء انتوا عايزين تسووه بتسووه عليها. دي لوحة التحكم والمفاتيح الديجيتال، عايزين سمك، دجاج، لحمة، رز، شوربة، لحم حاشي، وهنا بتعلو او بتوط، يعني عايزين اللي هي الدقايق، يعني كيك، بيعمل كيك كمان، طبخ بطيء. حلوة دي.
مثلا هتطبخوا حاجة عادية بتشيلوا ده وتغطوها. طبعا حضراتكم ما شاء الله عارفين كل حاجة، يعني عايزين تشوا حاجة بتحطوا دي. هي دي يا جماعة كانت الصفقة السابعة في السيف جيلري، من صفقات اليومية في السيف جيلري لمدة شهر ان شاء الله. عدى كده سبعة، يعني ده 7 يوم للصفقات. نشوفكم ان شاء الله في صفقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.